كانت فقرة السوشيال ميديا الخاصة بنجوم كرة القدم، ودلوقتي هنروح لرسائل حضراتكم اللي جات لنا ردا عن سؤال حلقتنا. سؤال حلقتنا كان: شارك بتوقعاتك لفريق نادي الزمالك، هل سيستطيع الصعود لنهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد خسارته أمس أمام النجم الساحلي بسوسة أم لا؟ مسج من رقم آخره 26 بيقول: لا أتوقع صعود الزمالك، ده أدهم عرابي. إن شاء الله الزمالك هتكسب، وقولي أخبار عن لاعبي ليوبار نطمن عليه. أتوقع أن الزمالك هيتأهل، ده هشام الحصري. صعب وصول الزمالك، شكرا جدا على ذوقك. لا ده رقم آخره 205. شكرا جدا على ذوقك، رقم آخره 204. أحمد عمرو بيقول: لا أتوقع، صعب جدا لكن ممكن تحصل معجزة. شكرا جدا على ذوقك، رقم آخره 72. رقم آخره 59، المسج جاية مش واضحة. نعم أتوقع، لأن النجم الساحلي حتى بعد الفوز على الزمالك مرعوب، ده رقم آخره 48. لا مش هيصعد، صعب قوي، أهلاوي أيمن، رقم آخره 97. رقم آخره 04. ماشي، لا أتوقع صعود الزمالك، ده رقم آخره 23. محمود من الشرقية بيقول: الزمالك فرصته صغيرة وإن شاء الله الأهلي هو اللي هيصعد. أنا علي العسوي من 6 أكتوبر: الزمالك هيوصل للنهائي. محمد بيقول: كل سنة وحضرتك طيبة وإنت طيب، وإن شاء الله الزمالك خارج البطولة. كان نفسي ان اشوفك النهارده بتيشيرت الاهلي، بس ان شاء الله هيكون في النهايه. استاذ واحد بعت لنا مسج كاتب فيها الاستاذ وليد عبده. نعم. لا ده رقم اخره 306. مصطفى ابو عاصي بيقول: الزمالك ان شاء الله هيكسب وهيصعد. ممكن المسج مش واضحة جدا. محمد من هنا بيقول: صعود الزمالك صعب بس الكورة ملهاش كبير، وإن شاء الله الأهلي هيصعد. محمد مجري بيقول: أنا بحب البرنامج والزمالك لم يقصر، مش عارفة المسج مش واضحة قوي، معلش. لم ممكن يكون قصده ما يقدرش على النهائي. لا ممكن تبعت لنا بقى إيه يا محمد المسج مرة تانية عشان ما تتقريش خالص. رقم آخره 151، والله مش هقدر أقرأ المسج بتاعتك. بس شكرا. محمد محمود بيقول: مستحيل أن الزمالك يعرف يعدي النجم الساحلي، وممكن تعيده، وباقي المسج مش واضحة. تحياتي ليكي والبرنامجك، بس عاوز أوضح حاجة، هو ده الزمالك اللي الإعلام اداله أكتر، والباقي المسج مش واضحة برضو، ده رقم آخره 910. الزمالك مش هيكمل، الأهلي غالي هيلعب أساسي، وعصام مش عارفة إيه ده، من عصام المنياوي، ده رقم آخره 44. لو قلتي أنا زملكاوية اللعيبة هتاخد دفعة معنوية. ماشي، أتوقع فوز الزمالك إن شاء الله والوصول للنهائي. محمود من برضو البلد مش واضحة. يوسف مدحت من القاهرة بيقول: إن شاء الله الزمالك هيفوز، لن يستطيع الزمالك الوصول لنهائي الكونفدرالية، ده رقم آخره 76. محمد ماهر بيقول: الزمالك هيطلع والنهائي هيكون للأهلي والنجم، وده رقم آخره 203. إن شاء الله الكونفدرالية للأهلي، شكرا جدا على ذوقك، رقم آخره 940. رقم آخره 76، شكرا على ذوقك. أحمد وحيد: لن يستطيع الزمالك الوصول لنهائي الكونفدرالية، رقم آخره 44. بيقول: لا مش ممكن، ده فريق أخذ الدوري والكاس. رادس عاصمة الأهلي، محمود الأهلاوي: صعب، أنا أهلاوي، يا رب يصعد يلعب معانا، وبسلم على منا مين؟ أنا شاهر من سوهاج منورة: الأهلي قادر على تجاوز أورلاندو بايرتس، والأهلي هيكون بطل إفريقيا. الزمالك فريق قوي ولاعبيه مميزون، ويقدر يتعادل مع النجم، ده مراد، وبعت ضحكة يعني. مساء الفل، طبعا هيستطيع، ده رقم آخره 78. إن شاء الله الزمالك يصعد، ده عبدو ميدو. هزيمة الزمالك أمام النجم
ماشي. ودي كانت بعض الرسائل اللي وصلت لنا النهاردة من حضراتكم ردا عن سؤال حلقتنا.